معانا النائبة ضحى عاصم عضو مجلس النواب. سيادة النائبة أهلا بيكي معانا، وإيه المشروع القانون دلوقتي اللي أنتوا بتناقشوه مع النائبة فاطمة سليم؟ هو في الحقيقة مساء الخير، مساء الفل. فتحت لأنه ملف مهم جدا. إحنا عندنا أنا طيب نرجع نكلم تاني سيادة النائبة، والحقيقة يعني أنا متشوقة جدا أعرف نتيجة يعني الاجتماعات والجلسات اللي بتحصل في مجلس النواب من أجل إقرار هذا القانون، لأن هذا القانون لو فعلا أو هذا المشروع القانون هذا لو فعلا تم تطبيقه أعتقد أنه هيحصل تغيير كبير جدا في المشهد على الأرض في موضوع المدارس، لأنه الحقيقة أنه بجد في بعض المدارس الدولية والخاصة اللي بتعمل انترفيوهات مستفزة جدا، وبيبقى فيها أسئلة مستفزة جدا، وبيبقى فيها شروط صعبة جدا. نحن مرة تانية وتالتة ورابعة إحنا مش بنعارض أن يبقى فيه انترفيو، لكن بنعارض اللي موجود في الانترفيو. بترجع لنا سيادة النائبة ضحى عاصم، أهلا بحضرتك معنا مرة تانية، اهلا بيكي اهلا بيكي. واحكي لنا طبعا انا هرجع ماذا واقول انا يحدث. بحيي النائبه فاطمه سليم انها فتحت الملف ده في الحقيقه. يعني انا يمكن عندي وجهه نظر ابعد شويه كمان. فكره المستوطنات التعليميه اللي موجوده في مصر دلوقتي، كل مدرسه خاصه او دوليه تضع شروط تخصها علشان نمره واحد تخلق من وجهة نظرهم المجتمع الخاص بيها، والنتيجة ان احنا طلع عندنا ولاد مصريين بعضهم تحس ان هو فرنساوي، والتاني طالع من الازهر، والتالت طالع من مدرسة تجريبية عادية. وهذا الاختلاف الكبير جدا بيخرج لنا للأسف، يعني ما فيش قواعد واحدة للمدارس دي. هناخد الجزء اللي النائبة فاطمة بتتكلم فيه لأنه الموضوع ده أكبر يعني كمان وأبعد. ممكن أجيب لحضرتك طالب يبقى متفوق جدا دلوقتي في دراسته يكون في بعض المدارس اترفض أصلا فيها وهو شديد التميز والتفوق؟ طبعا أنا عايزة أتكلم. يعني إحنا عندنا فعلا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع المصري، بدأت منذ فتح الباب لما كانت المدارس موحدة للكل. كانوا المصريين حتى، يعني اعتقد الكاتبه الكبيره سلوى بكر كانت بتحكي قريب في لقاء في تلفزيون ان هي كانت مع بنت الرئيس عبد الناصر في المدرسه في الزيتون. لكن احنا ما عادش عندنا ده، احنا المجتمع خلاص بقى فيه طبقيه واضحه جدا جدا جدا، من اول المدارس الدوليه اللي الولاد احيانا بيطلعوا مش شبه اهاليهم ولا شبه مجتمعهم وعندهم انفصال وما بيعرفوش يعيشوا هنا كمان. يعني احيانا اولياء الامور بياخدوا ولادهم لمنطقه ثقافيه، هنا المساله هي ليها علاقة بالثقافة وبالتكوين. فنرجع بقى للجزء اللي بتتكلم عنه النائبة فاطمة سليم لأنه الجزء التاني ده كبير قوي. حتى في هذه الدوائر بدأت تفرض شروط عجيبة جدا، يعني لازم الأب والأم يكونوا بيتكلموا بعضهم حاصلين، يعني لازم شرط المؤهل العالي. أولا هنا هو بيسوق، أنا بعتبر ده نوع من التسويق الماركتينج، إن أنا بحطك في كوميونيتي ما فيهوش حد مش متعلم عشان ما تقولناش إن إحنا جايبين الناس اللي معاها فلوس لكن هم مش متعلمين. طب يعني عايزة أقول هو العامل والفلاح دول أقل من المتعلم؟ يعني احنا كده احنا ده جزء من الثقافه وجزء من التسويق، هو بيماركت المكان بتاعه لفئه معينه بالطريقه دي وبيبيع الفكره دي. نمره اتنين، لو مدارس لغات معينه بيشترط ان الاثنين اولياء الامور الاثنين كمان يكونوا بيعرفوا اللغه، يعني ده معناه ان انا لو والدي او والدتي ده انترفيو للاب والام مش للاولاد. يعني في النهاية انه لو الاب او الام ما كانش عندهم فرصة في وقتهم يتعلموا لغة كويس، انت بتحجر على ابنهم ان هو ما ياخدش هذا الحق؟ يعني وهنا كمان هي الفكرة، انت بتخلق مجتمعات طول الوقت مقفولة جدا وبتحط شروط خاصة بيك لطريقتك انت في التسويق علشان تجذب نوعية معينة. هو خلاص ما عادش بيتعامل مع الموضوع لانه تعليم، هو بيتعامل مع الموضوع لانه عنده his own business وبيماركت نوع معين من الجمهور
علشان يوصل لشريحة معينة هي دي اللي عايزها. لكن ده بيأثر بقى ازاي على المجتمع، بيأثر ازاي على نفسية الولاد، بيأثر ازاي على علاقة الناس ببعض في المجتمع، هو ده ما بيعنيهوش. وبالتالي احنا بقى كنواب واحنا كجهات تنفيذية احنا اللي لازم نشتغل على ان احنا نحد من ده. اذا كان في مصر اتفتح التعليم الخاص والتعليم الدولي لأسباب يمكن انا مش متفقه معاها كلها وشايفه ان سلبياتها بقت اكتر من ايجابياتها، ولكن حتى مضطرين نتعامل مع الواقع، لازم الواقع ده يكون تحت دراسه وتحرك، انه في النهايه ما نخترقش حقوق الناس، ما نخلقش هذه المجتمعات اللي في الاخر بتخليك كانك عايش في 20 مجتمع ما مش شبه بعض. انا طبعا متفقه جدا مع النائبه فاطمه سليم وترويج فكرة انه اصل انا اولادي كل الابهات اللي في المدرسة دول لازم يكونوا متعلمين تعليم عالي علشان السلوك، ومين قال ان الناس اللي ما تعلمتش تعليم عالي سلوكها وحش؟ يعني طيب المنطق ده اصلا مين اللي صدره؟ هل ممكن يكون في رأي تاني جوه مجلس النواب يشوف لا ما هو ده مهم انه يكون اولياء الامور الاب والام بيعرفوا لغات اجنبيه علشان يقدر يشرفوا على تعليم ولادهم، وانهم يكون عندهم مؤهلات عليا عشان يكونوا مؤهلين انهم يذاكروا ولادهم؟ ممكن يكون في رأي تاني مش عارفه طبعا معانا. ممكن يكون في رأي تاني. طيب خلينا تنضم لنا النائبه جيهان البيومي عضو مجلس النواب، هل حضرتك عندك رأي آخر ولا حضرتك مع فكرة مشروع قانون يجرم الانترفيوهات في المدارس الخاصة والمدارس الدولية؟ مساء الخير عليكم، وطبعا يعني أنا بشكر النائبة فاطمة سليم إن هي بتتقدم بهذا المشروع مبدئيا، ولكن سامحوني يعني أنا عندي رأي تاني مختلف، لأن أنا بقول دلوقتي المدارس دي، المدارس اللي بتحط بعض الشروط دي مدارس استثمارية. إحنا بنرجع للقاعدة العريضة بتاعتنا، المدارس اللي إحنا خريج المدارس الحكومية وتميزنا، وفعلا كل مننا بقى وصل لكليات القمة، وصل لنجاحات في حياته من خلال مدارس حكومية لا تشترط أي حاجة. وبالعكس يعني إحنا دلوقتي بنطالب في لجنة التعليم أو بنطالب المجتمع المصري بأن الأب والأم يبقى ليه دور فعال في إن هو يتابع ولاده وإن يقف يساند ولاده، ونأتي على ظاهرة الدروس الخصوصية. حضرتك لما أنا أجي أدخل ابني دلوقتي مدرسة فيها لغات وأنا والده ما بيعرفوش اي لغه، طب مين في الحاله دي ازاي نقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه؟ ما انا محتاجه برضو اساعد ابني، يعني الدوله بتقول بنقضي القضاء على ظاهره الدروس الخصوصيه. اذا من حق المدرسه برضو ان هي تضمن ان تعاون الاب والام في ان هم يدرسوا لاولادهم، يساعدوهم دور مكمل، وولي الامر فعلا عليه عبء كبير جدا في ان هو يساند ابنه. وكلنا كان اهالينا بتقعد تتابعنا او الاقارب، افرضي دخلت مدرسه فيها لغه من اللغات الاب والام لا يعلموا هذه اللغه، ازاي يقدروا فعلا يتابعوا اولادهم؟ المتابعه، الامثله والهوم ورك اللي بياخدوه، مين هيتابع الطفل في المدرسه في الحال دي؟ وانا كمستثمره في القطاع التعليمي انا ليا اسس ومبادئ وقوانين بمشي عليها، ولكن انا برضو عايزه اطلع تلميذ متميز من بعض في اللغات او على حسب القواعد اللي بتحطها المدرسه، فدي كمان عرض وطلب. يعني ليه ولي الامر بيقحم نفسه طالما هو شايف ان المدرسه دي حاطه من الشروط اللي هي لا؟ طب ما في مدارس ثانيه، يعني الساحة مفتوحة والمدارس متعددة والإمكانيات متعددة، ولما يجي أولياء الأمور يبتعدوا عن لقوا إن في مدرسة حطت شروط فيها عوائق أو هي مخالفة تبتعد وما تتقدمش، في الحالة دي المدرسة نفسها هتغير الشروط دي. فإنما على فكرة إن هو المدارس الخاصة أو المدارس اللي هي الراجل المستثمر عايز يبقى ليه سمعة في السوق، سمعة تعليمية عالية، إزاي هيجي ومستوى الولاد مش هيبقى مستوى تعليمي أو مستوى متميز؟ في الحالة دي سمعته والاستثمار بتاعه هو عايز من النهاية يطلع فعلا تلميذ على مستوى من الثقافات المختلفة ايا كان هذه الثقافة. ما اقدرش انا ادخل ابني مدرسة ألمانية وانا ما اعرفش اللغة الألمانية لا انا ولا والده او ايا كانت اللغة. فان هو تعاون الاب والام ده انا من وجهة نظري ان هو شرط اساسي، ان فعلا ثقافة الاب والام. المدارس الحكومية فتح ابوابها لجميع الطلبة، ليه انا اروح مدرسة وانا ما اعرفش هو اللغة؟ مش من حق الابن اللي نفسه يعني او الاولياء الامور اللي نفسهم ابنهم يبقى احسن منهم انه ما بيعرفوش هم الماني بس نفسهم هو يبقى بيعرف الماني، ما بيعرفوش انجليزي بس نفسهم ابنهم يعرف انجليزي؟
ما احنا بندخل في المدارس الحكوميه وفي تطوير المناهج بندرس اللغات المختلفه، يبقى بس برضه فيما يتناسب مع اللي هو المستوى اللي يقدر يساعده. انا عشان اقضي على حضرتك مش شايفه ظاهره، ان ده فيه تمييز؟ لا ما فيش فيه تمييز عرض وطلب. على فكره التمييز في النهايه ممكن شاب او تلميذ في مدرسه حكوميه بيتميز على اللي داخل في مدرسه خاصه، وبدليل ان نسبه كبيره من الشباب اللي هو بيجيبوا اللي هو اوائل الاوائل بتلاقي كلهم مدارس حكوميه. بالعكس ده في التميز هنا للمنتج التعليمي اللي طلع بيه التلميذ، انه فعلا تفوق وجاب مجموع عالي. واحنا بقول لك في الاول وفي الاخر احنا عندنا ظاهره المجتمع كله بيعاني منها، وزاره الدروس الخصوصيه، وعايزين نحاربها. طب انا دلوقتي لما اجي ادخل ابني في مدرسه فيها لغه من اللغات انا مش عارفاها، لابد ان انا في الحاله دي استعين بالمدرس، والمدرس هيبقى من حقه ان هو يعلي التسعيره بتاعته. فهي يعني المدارس الخاصه ووضع بعض المعايير اللي هي اذا كنت انا كولي امر مستاء من المعايير التي لا تخالف القانون، احنا في الاول وفي الاخر ماشيين على مبدا القانون والمساواه وحق كل تلميذ ان هو يتعلم. في عندي مدارس متعدده، ما في مدرسه حطت شروط وولي الامر شايف ان الشروط دي مش موافق عليها، ما في عنده مدرسه ثانيه يتقدم ليها، ايه المشكله؟ طيب خليني اخد رد من النائبه ضحى عاصي، اتفضلي سيادتك. طبعا يعني انا مختلفه مع زميلتي العزيزه. اولا انا والدتي ما كانتش بتعرف لا انجليزي ولا فرنساوي، ولا ابويا كان بيعرف انجليزي وفرنساوي، ودخلونا مدارس فرنساوي، وانا اشتغلت مترجمه 20 سنه، واختي اداب انجليزي، وكلنا بنعرف لغات، ومحدش فينا طلع يعني طلع، بالعكس كلنا تخصصنا في اللغات واشتغلنا مترجمين ولينا كتب مشهوره في العالم كمان. فالمبدا بتاع انه لازم الاب والام يكونوا بيعرفوا اللغه علشان ولادهم يعرفوا، ده مبدا حقيقي مش منطقي. وعشان ما فيش دروس خصوصيه، لا طبعا هنا في تمييز، اه طبعا في تمييز، لان الدوله ما بتقدملكش نفس الخدمه، المدارس الحكوميه ما بتقدملكش نفس مستوى اللغه اللي انت عايزه. فليه انا دخلت مدارس فرنسيسكان مثلا ولا مدارس فرنساوي او كذا؟ لانه كان في الوقت ده المدرسه بتاعت الحكومه مش بتديلك نفس مستوى اللغه، وبالتالي انا من حقي كانسان اطمح ان انا اتعلم. فاذا كانت الدوله في الفتره دي ما كانتش موفره مدرسه حكومه بتعطيك نفس مستوى اللغه، وانت قررت على نفقتك الخاصه تروح تاخد هذا التعليم، المفروض ان المدارس الاستثماريه دي هي معمولة أصلا، إحنا مش بنقول لهم تعالوا استثمروا في الثقافة وفي أولادنا علشان أنتوا تعملوا فلوس وأنتوا مشروع استثماري، لا، عشان أنتوا لكم دور مجتمعي بتكملوا حاجات إحنا مش يعني مش عاملينها لسه. فبالتالي هذا الدور المجتمعي بتاعه يعني يجب عليه أنه يتعامل بهذا المنطق، أنه في النهاية أنا مش مجرد بستثمر، أنا مش جايبة لك جهاز أو حاجة بتباعها عادية، انت بتتكلم في العقول وبتتكلم في المستقبل وبتتكلم في الاستقرار والسلام الاجتماعي. يعني ايه انا ادخل مدرسة انا نفسي اتعلم لغة، والدي ووالدتي ما كانش عندهم الظرف ده، ما كانش عندهم الامكانية دي، وعندهم النهاردة هذا الطموح وكمان بعض القدرة المادية اللي خلتهم يقدروا يتوجهوا هذا الاتجاه. تحجر عليه وتقول له لا لازم تروح للمدرسة التانية اللي مستوى اللغة فيها مختلف؟ طيب سيادة النائبة جيهان البيومي، رد حضرتك. برضه بقول ان مش كل المدارس بتحط الشروط التي لا يقبلها ولي الامر، في مدارس برضه بتدي اللغات متعدده، ممكن ببساطه انا لو حطيت بعض القواعد وقلت لولي الامر تعالى واولياء الامور امتنعوا او رفضوا ان هم يروحوا، في الحاله دي المدرسه هتعدل الشروط اللي هي فيها اللي من وجهه نظر المجتمع غير مقبوله، في الحاله دي هو بنفسه هيعدل، انما ايجاد تشريع وايجاد قانون، احنا دلوقتي عايزين نتوسع في قاعده المدارس اللي هي الحكومية اللي هي فعلا بتطلع تلميذ على مستوى مهارات عالية في اللغة في المهارات المختلفة، فبالتالي ليه أنا بمتنع وفي بدل المدرسة أكثر من المدرسة؟ أسيب المدرسة اللي فيها الشروط مش عجباني وهروح أنا ليه بجري على المدرسة دي بالذات؟ في مدارس تانية برضو خاصة وبتدي لغات وبتبقى فيها اسلوب لائق او فيها بعض الشروط اللائقه اللي ممكن في الحاله دي ولي الامر يروح يودي ابنه وهيتعلم برضه وهيتعلم اللغة وهيتعلم كل المهارات المختلفة. في مدارس كتيرة جدا خاصة متميزة
وليها بتطلع فعلا تلميذ بيمتلك لغات، بيمتلك مهارات، بيمتلك ابتكار. يعني لما نيجي حضرتك في اشمعنى في المدارس اللي هي مدارس السم اللي هي بتاخد فئه وعدد محدود من اوائل الخريجين بعد الخضوع لشروط كثيره جدا واولياء الامور بيأتوا، ولكن هناك من القواعد اللي بتتبع في الاداره التعليميه او في عدد محدود، ولو فتحت المجال بقى يبقى كل الطلبه هيسيبوا المدارس ويقول لك انا عايز انا كمان ادخل مدارس السم. نعم. فانا بقول عاده ان المدارس مجالاتها متنوعه ومتعدده، واذا كان في مدرسه استثماريه اسلوبها غير مقبول بالنسبه للمجتمع، فعلى المجتمع ان هو يبعد عن هذه المدرسه في الحاله دي، هو بنفسه اذا استلم هذه الشروط لا تخالف القانون. نعم. وان هو حط شرط كده تعجيزي لولي الامر، كل اولياء الامور يمتنعوا في الحاله دي، خلاص هتلاقي المدرسه نفسها شالت هذا الشرط. اشكر حضراتكم عنه. شكرا جزيلا النائبه جيهان البيومي عضو مجلس النواب، والنائبه ضحى عاصي ايضا عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لحضراتكم.